السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنشوفو كيف يمكننا الاستفادة من الكاميرا للكابتور ديالها ما خدامش. فكاين عدة طرق للاستفادة. اذا هذه هي الكاميرا من الداخل ديالها، إذن هذا هو الداخل ديال الكاميرا. فيها الكابتور اللي هو الكاميرا، العين ديال الكاميرا، وفيها هاد البطاقة الإلكترونية أو الكارت الإلكترونيك. هادي ديال التحكم في الإضاءة الليلية ديال الانفراروج. اليوم ان شاء الله غنشوفو كيف يمكننا الاستفادة من هذه البطاقة. لانها تتحكم في الاضاءة ليلا دون تدخل. كل ما هو موجود في هذه الكاميرا يمكن لي نستفد منه. اذا غادي نبارك سينا، يمكن لي نستافد من هادو في المشاريع الإلكترونية ديالي. يمكن لي تثبيت البطاقات الإلكترونية من خلالها، أو تثبيت كابتور أو أي شيء. إذا هادو ما تنستغناش عنهم، تنجمعهم، والأخص في المشاريع ديال التخرج أو في المشاريع الإلكترونية كيف ما كان النوع ديالها. ان هاد الاشياء يمكن لها تزيد قيمه لذاك المشروع اللي يمكن لك تصوبه، لانه ولو بحثتي عليها في السوق ما غتلقاهاش. اذا كل شيء يمكن لي نستغله. اذا كما تنشوفوا هنا عندي واحد البطاقه ديال الالومنيوم، فيها الكابتور ديال لاليمير اللي هو هذا، وفيها هنا هاد الليد انفراروج. اذا هاد الليد انفراروج انا الان ما عندي، ما اذا هاد الليد انفراروج ما غنخدمش بها الان. اذا كما قلنا كل شيء هادشي يمكننا نستافدو منه اللي في الكاميرا. يمكن الاستفاده بكل جزء من الكاميرا. هذا اللي كان فوق كارتو باش يزيد الإضاءة ديال الليد. إذا تيمكن لي نستعملو في ليد أخرى، تيمكن لي هاد الانفراروج نستعملها لمجال آخر على حسب العمل ديالي ولا على حسب البروجي اللي باغي نصوب. حتى هاد الزجاج تيمكن لي نستعملو في أماكن أخرى. إذا كل شيء تيمكن لي نستغلو اللي موجود في الكاميرا. هذا بما انه زجاج فما تيكونوا فيه لا خدوش لا والو، يمكن لي نستعملو. مع العلم انني الكابتور حتى هو يمكن لي نستغل منه عده اشياء، انني ناخذ هاد المكبيات، هاد لي زاباي، ان يكون عندي واحد الفيش فيميل اللي يمكن لي نستعملو. اذا كل شيء يمكن لي نستغلو هنا. اذا هادو هما الاجزاء اللي خدينا من هاد الكاميرا. هذا الكابتور اللي بغى يرجع لواحد الفيديو تنشرح فيه هذا الكابتور الضوء ديالو وشنو منين متكون ومن عدة اشياء، تنشرح الاشياء اللي هي متكون منها، هاد الاجزاء اللي متكون منها هذا الكابتور. اذا هادشي كلشي اللي انا خديت هنا صالح ليا. اذا اللي مهم عندي الان هو هاد البطاقة هادي وهاد الكابتور. اذا ندير ديسوداج ديال هاد الكابتور.
لا الكابتور نون بولاريزي، ما عندوش بولاريتي، عندنا عنده جهة ديال الموجة وجهة السالب. لا انت يمكن لي كيف كيما بأي طريقة، هادو المهمين عندي. وناخد لي غوبير ديال الكابل اللي عندي هنايا باش نعرف اتجاه. فهنا هما مسهلين عليا المأمورية انهم مبينين لي الليد فين كاين، ومبينين لي الكابتور فين يمكن يكون. اذا الكابتور واخد هاد الكابتور ديال الاضاءه، اذا واخد يا ريزيستانس تتاثر بلا ليميير، يا ان ريزيستانس تتاثر بلا ليميير. هاد الكابتور عباره عن ريزيستانس تتاثر بلا ليميير. اذا عندنا هنا ربعه ديال لي كولور، ربعه الالوان. اذا عندنا الروج، عندنا الروج هو الفي سي سي. في سي سي ديال اش اللي غيمشي الليد، غنشوفو القيمة ديالو شحال تيساوي من فولت. عندنا بطبيعة الحال نوار، هو جي ان دي اللي هو النقطة المشتركة، اللي هو السالب هذا الزائد. عندنا هنا الاصفر جون، وعندنا البلون. هاد الاصفر فين غيمشي؟ غيمشي لا ريزيستانس ليميير. هاد لا ريزيستانس تتأثر بلا ليميير، اذا جون بلون. غادي نسوديهم هنايا. الدخول بطبيعة الحال هو هاد لي دو فيل اللي كاينين هنا. إذا كما تنعرفو جميع أن التغذية ديال الكاميرا تتكون بدوز فولت. هادو الليد، هادو غيمشيو للكابتور. إذا هاد البطاقة هي خاصة بمعالجة إشارة ديال الضوء أو الظلام، على حساب واحد لا ريزيستونس اللي هي فاريابل، واحد لا ريزيستونس اللي تتغير القيمة ديالها من خلال الأشعة الضوئية. إذا هاد البطاقة لبغينا ناخدو شنو فيها، إذا البطاقة هي هادي، فيها واحد لي غوبيغ هنايا، هاهما كاتبين هنايا، هاهما مبينين لنا أشنو هو الدخول بطبيعة الحال. جي دو 12 فولت، جي أن. إذا كاين واحد الفيش هنا، هاهو هذا مسمينو جي أن، دين تساوي 12 فولت. ده بطبيعة الحال بولاريتي الحمار هو البليس، والموا هو النوار. هنا دي لي روبير ديالو، هاد الجي هي روبير مكتوبة هنايا جي دو، كاتبين غير جي دو هنايا ما كاتبينش شنو. اذا هو الكابتور حنا عرفناه. هنا كاتبين جي 3، جي 3 اللي هو صوتي. ملي غنشوفو القيمة ديال لاطونسيو ديالها ونشوفو اشنو غيمكن لينا نديرو بيها. اذا هنا غيمكن لينا نشوفو واش يمكن لينا نطاكيو بيها واحد مجموعة ديال الليد. هاد الفيشة هو يمكن لي نستغلو في مكان آخر. إذا غنقوم بعملية تلحيم الكابتور في هاد لو جون في البابلون. أول حاجة إطاميني الكابل ديالي الكونديكتور. إذا تنقوم بعملية تلحيم في الكونديكتور جيد. هذا انجين تيرميك تتجمع الوقت اللي تنديرو ليها السخون، ولا تنستعملو سكوتش اللي بغينا. اذا قبل ما نقومو بعملية التلحيم نقطعو واحد الجزء من هذا، لانني ما غنستعملش السكوتش.
نستعمل هذا الجين تيرميك، ويمكن تستعمل سكوتش في المكان ديالها او سيليكون او الا كانت هذه كبر من هذا الجين تيخص ندخل الجين هي الاولى. اذا هنا باش ما يتلاقاوش خصني ندير شي جزء بيناتهم باش ما يتلاقاوش، باش ما نديرش ضاقه قصيره. اذا يمكن لك تستعمل غير بريكي ولا شي حاجه اللي هي فيها تتجمع بلا طومبيراتير. اذا جيد، عندي الدخول هنا الخروج هنا، غنعطي 12 فولت كما العاده في الدخول، نقوم بعمليه القياس في الخروج. هذا مزيان، هذا مقاسا، اذا نعطيو 12 فولت. اذا انا عندي 12 فولت هنايا في هذا لي دو فيل. يمكن لك تستعمل ان ترونسبور اللي كنستعملو ديال 2 امبير ولا 1.5 امبير 12 فولت. اذا انا هنايا هاهي 12 عندي فيها هنا 11.78 مزيانه، غادي ندخلوها الدخول هو هذا. حافظ على البولاريتي ما نقلبش لي فيل ديالي. اذا غنشوفوا الخروج اشنو عندنا. اذا الخروج عندنا تقريبا ما كاينش لان باقي بميلي فولت. الوقت اللي الكابتور غطيناه ظلمناه عطانا 11.51، إذا غادي يخرج لنا 12 فولت. إذا هاد 12 فولت مزيانة لينا، يمكن لينا نأتاكيو بها الكثير من الأشياء. إذا كنا نستعملو هاد البطاقة في عدة أشياء. كنا أنها نطلبو منها أنها تعطينا أمر إلا كانت الإضاءة، أو تعطينا أمر آخر إلا ما كانتش الإضاءة. إذا كيما شفنا إلا كانت الإضاءة تعطينا 0 فولت تقريبا، وإلا كانت ما كانش الإضاءة كان الظلام في المكان كان المكان مظلم غتعطينا قيمة ديال 11 فولت. إذا يمكننا نستغلوها ديريكت أن هاد الخروج هذا. إذا نشوفو شنو عطاتنا هنا، عطاتنا 11، عطاتنا 12 فولت. إذا يمكن نخدمو بها شريط ديال ليد، أو أننا نخدمو بها حتى لي لومب دو 120، ولكن الا بغينا نخدمو بها لي لومب دو 120 خصنا نديرو ما يسمى بلانتيرفاس، لانتيرفاس دو بويسونس، اي رولي، او ان نزيدو مركبات الكترونية بحال لو ترياك باش يمكن ليه يكون هو انتيرفاس ما بينو بين هاد البطاقة الالكترونية اللي تخدم ب 12 فولت، وهو يخدم لنا 220. اذا يمكننا نستعملو رولي، ولكن يكون رولي 12 فولت في لابوبين ديالو. هذا عندي انا هنا 24، غادي نشوف شي واحد ديال 12 فولت. هذا لابوبين ديالو 12 فولت، إذا يمكننا نستعملو هذا. مزيان، تيمكننا ناخدو بلومباز ديالو تيتباع، ولا تيمكننا غير نسوديو الخيوط هنايا. تيمكننا نستعملو مع إين ديود أون باغاليل مع لابوبين، ولا إين كوندونساتور. نشوفو ليد، إذا كما تشوفوا عندنا الليد ها هو، ومن الناس عرفوا طريقة تلحيم ديال الليد. إذا الليد بولاريزي فيها البليس و الموان، إذا غنقوم بعملية التلحيم.
من عملية اللحم تيخصني إيطاميني المكان اللي غادي نلحم فيه الأسلاك هو الأول، دا البليس هو هدا، مع خد بعين الإعتبار شدة التيار اللي غادي يمكن ليها تما، أي البويسونس اللي غيمكن ليه، دم إذا غناخد أنا غير واحد الجزء، مغناخدش كلشي، مثلا ندير واحد 50 سنتيم، لأن هدا ليد قوي جي البويسونس ديالو كتير. إذا نتا لبغيت نرجع هاد الجزء هذا غير تنعاود الإيطاميني هاد المكان هذا، أي ندير ليه اللحام وندير اللحام في هاد المكان ونجمعهم بعضياتهم، ندير واحد الجزء ديال السلك ونجمعهم بعضياتهم، غير هو نحافظ على البولاريتي البليس مع البليس والموا مع الموا. إذا هاد لي فيلات يمكن لك تطولهم وتجيبهم حتى للمكان اللي نتا داير فيه الليد، وأنا تنفضل أن يكون لانتيفاس باش تحكم البويسونس اللي بغيتي، لا سوا في لا باس طونسيون 220 لا في تري باس طونسيون 12 فولت. إذا هذا الإضاءة ديال شي مكان الوقت اللي يكون مظلم، إضاءة عالية ما غاديش تكون إضاءة يدوية، إذا غتكون إضاءة عالية غير يعم الظلام المكان، هادوك لي لامب غادي يشعلو أولا تتعكس العملية. إلا مثلا درنا لانتيغفاس، فالانتيغفاس مثلا هذا عندو طوا بوان، عندو الكوما اللي هو الوسطاني في لاسورتي ديالو، هذاك الكوما تيمكن يعطينا ضاهة مفتوحة أو ضاهة مغلقة، إذا تيمكننا نستعملوه في الإضاءة أو في الظلام على حساب اللي بغينا حنا. مثلا المكان مضيء بغينا حنا شي أباغاي تكون أون إيطا دو فونكسيون غير الوقت يكون المكان مضاء، اذا تنستعملوا العكس ديال سميتو هنا في الانترفاس ديال البويسونس، اذا هذا تيتسمى انترفاس دو بويسونس، اي ما تبقاوش معتمدين هذيك 12 فولت اللي حنا عطينا، حتى يمكننا نديرو دوتر ترونسبو ولا ناخذوا لا ليمونطاسيون ديريكت ونخدموا بها الحاجه اللي بغينا. استسمح الا كنت نتكلم بزاف، انا غير تنبغي نوصل المعلومه. اذا بولاريتي بليس مع البليس، الموا مع الموا، على بركه الله. اذا غنالمونتي انا، اذا كما تشوفوا عطينا 12 فولت، ما شعل والو ما طرا والو، لان المكان غير مظلم، المكان مضاء، اذا غادي تخرج ليا لا سورتي ديالها 12 فولت الا كان المكان مظلم. اذا كما تشوفوا إذا انت تعطينا واحد البويسونس اللي هو محدود، إذا غنقص انا من الصمتة ديال الليد، باش ما يكونش عندي انشيت دو طونسيون، إذا جيد. واحد الشايط ديال الليد صغير ولا إلا لامبليت 2 فولت محدودة في واحد شدة تيار محدودة، إذا يمكن ليا نستعملها ديريكت. إلا بغيت بويسونس كتر غادي نستعمل لانتيغفاس اللي هو هذا،